سو اليوم أنا كتير كتير مبسوطة لأنه اشتريت كاميرا كتير بحبها. أول شيء أنا من الأشخاص اللي كتير بحب صور بكاميرا السوني. يمكن أنا ما بعرف كتير أو بفهم كتير بالمواصفات اللي بتتميز فيها الكاميرا، يعني مش بكل قطعة، مش بكل كبسة، مش بكل زر، بس اللي بعرفه إنه الشاشة أو الصورة تبعت السوني عن جد it's so special. لهالسبب اشتريت اليوم هيدي الكاميرا اللي هي نازلة جديد بأمريكا واللي تم الإعلان عنها ب 28 أوغست 2019 بأمريكا. فاليوم حبيت إنه نعمل أنبوكسينج لهيدي الكاميرا اللي هي سوني A6100 ورح نشوف شو في بقلب الوكس. رح نجرب نفتح الكاميرا ونشوف كواليتي الصورة، بس قبل أكيد بما أنه ما فيها باتري رح نحط الباتري. ترى سو أنا حطيت البطارية بالكاميرا وهي أول مرة بدورها، بعتقد بدها programming. I have to set the time. خليني أعمل setting تبع time وبرجع. Hello again. So شو بدي أخبركم؟ يعني كاميرا بتعقد، ذكرتني بالكاميرا اللي نسيتها ببيروت، كاميرا كتير كتير حلوة. انطروا فيديوهات، انطروا صور حلوة. عن جد انها كاميرا رائعة، و يعني كنت حابة انه فرجيكم اكتر، بس لازم شرج البطارية. سو هيدي الكاميرا اذا شفتوا هون فيها فتحة خاصة لحتى توصلوا لمايكروفون للاشخاص اللي بهمهم جودة المايكرو الصوت. هيدا الموديل اللي هو 6600 اللي بعد ما نزلت بالاسواق واللي مفروض تنزل اخر شهر نوفمبر او باول ديسمبر، فيها فتحة اضافية للهيدفونز لحتى تسمعوا جودة الصوت او دقة الصوت للاشخاص اللي بهمهم الكواليتي. بس ما بعتقد انه هيدا الشيء كتير مهم مقابل انه تدفعوا دبل سعره، دبل حيكون 6600 رح يكون سعره 1800 مع الكيتلانس تبعتها، مقابل 850 لهيدي الكاميرا نفس الجوده، بس طبعا هديك فيها مميزات اكثر. ثانك يو.